حياكم الله. وقف لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة، جملة كتبت أكثر من مرة في العامين الأخيرين بعد جولات من التصعيد الذي استمر لعدة أيام، جولات عادة ما كانت تنتهي بتدخل أوساط دولية وإقليمية من بينها مصر والأمم المتحدة وقطر. لكن هل سيكون هذا التصعيد بداية لتصعيد أكبر أم لهدوء أكثر؟ ماذا عن موقف حركة حماس من العدوان الإسرائيلي؟ لماذا تلام حماس على عدم دخولها عسكريا في الجولة الأخيرة؟ هل هناك سياسات وخطط بين الجهاد وحماس في هذا الإطار أم تعنت من قبل الحركة؟ كيف انعكس العدوان الأخير على نتنياهو سياسيا مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية؟ حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة النقاشية الجديدة من برنامج سيناريوهات. دعونا في البداية نتابع هذا التقرير ومن ثم نبدأ النقاش. وقف لإطلاق النار بين الاحتلال وفصائل المقاومة في قطاع غزة، جملة كتبت أكثر من مرة في العامين الأخيرين بعد جولات من التصعيد الذي استمر لعدة أيام، جولات عادة ما كانت تنتهي بتدخل أواسط دولية وإقليمية من بينها مصر والأمم المتحدة وقطر. ومع أن كل جولة تصعيد لها مسبباتها، إلى أن الجولة الأخيرة التي انتهت فجر الثلاثاء شكلت بداية لمادة قانونية وسياسية وإنسانية، فمشهد مواطن فلسطيني علق على أنياب جرافة عسكرية أحدث حالة من السخط والاستنكار في أواسط الفلسطينيين والعالم، وانتهت برد عسكري من حركة الجهاد الإسلامي التي قصفت مستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ، فيما قام الاحتلال بقصف أهداف عسكرية قال إنها تتبع لسرايا القدس الذراع العسكري للحركة. المراقبون للوضع الأمني في غزة أجمعوا أن المرحلة القادمة ربما تكون مختلفة في ظل تهديدات الاحتلال بالعودة إلى سياسة الاغتيالات لقادة الفصائل في القطاع، أو حتى الإقدام على عملية عسكرية كبيرة تحمل مفاجآت كثيرة كما يروج لها الإعلام العبري. المحللون السياسيون وفي قراءتهم للتطورات الميدانية رأوا أن ملف الانتخابات الإسرائيلية ربما يكون سيفا ذو حدين فيما يخص قطاع غزة، فنتنياهو يريد إثبات نفسه عسكريا بقدرته على توجيه ضربات عسكرية للمقاومة داخل قطاع غزة أو حتى في دمشق كما فعل، أو أن غزة ستكون كفيلة بإسقاطه سياسيا في معركته الانتخابية القادمة إذا ما تعرض لرد كبير من المقاومة الفلسطينية. لكن السؤال الأهم، هل ستكون الأيام القادمة شاهدة على حرب جديدة في قطاع غزة أم مقدمة لتهدئة طويلة الأمد في ظل المتغيرات السياسية والعسكرية؟ من جديد حياكم الله مشاهدي الكرام في هذه الحلقة النقاشية. أرحب بضيوفي معي في هذه الحلقة من قطاع غزة المحلل السياسي الأستاذ رياض العيلة، أهلا وسهلا بك. كذلك من مدينة رام الله الصحفي فارس الصرفندي، أهلا وسهلا بك. أبدأ معك دكتور رياض، ربما يعني التهدئة توصلت إليها الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وجيش الاحتلال برعاية مصرية أممية، هل هذه مقدمة لتصعيد أكثر أم لهدوء أكثر برأيك؟ يعني بداية نستطيع أن نقول أن معظم الجولات الأخيرة في الفترة الأخيرة ربما منذ مطلع هذا العام ولغاية الآن تكون هناك جولات، ولكن هذه الجولات تنتهي عادة في يومها الأول، يعني تأخذ لا نهار وليل، وبالتالي عمليا أن جميع هذه الجولات هو الهدف الأساسي الالتزام بما تم عليه الاتفاق مسبقا حول التهدئة في السنة الماضية، وبالتالي عندما لا يلتزم طرف بهذه الأطراف وخاصة الطرف الإسرائيلي بهذه، تبدأ عملية المناوشات التي تحصل في ليلة كما مر علينا الليلة الماضية. نعم. وهي كانت طبعا كانت تقريبا معظم الليل حتى الساعة 11 ليلا، وكان هناك عملية الجولة حتى انتهت بعدما تم الإعلان عن وقف لإطلاق النار وإنهاء الجولة من الطرفين، الطرف الفلسطيني بممثل بسرايا القدس والطرف الإسرائيلي ممثل بحكومة
الاحتلال، وبالتالي التدخلات المستمرة التي تبدأ بها دائما في البداية، وطبعا مصر وقطر والأمم المتحدة والوسيط الدولي كلهم يتدخلوا من أجل أن لا يتم تصعيد لعدوان يستمر لأيام. من هذا المنطلق نقول أن هناك عدم التزام للتهدئة التي تم التوقيع عليها. طيب ما الذي يحكم دكتور؟ تدخل ما الذي يحكم في استمرارية هذه التهدئة أو حتى من عدمها؟ يعني عمليا هناك توافق وهناك يعني اتفاق على التهدئة من قبل ما يسمى بالغرفة المشتركة، وبالتالي حركة حماس والجهاد إلى جانب الفصائل الأخرى الموجودة. هذه التهدئة كانت عن طريق مصر وعن طريق قطر وعن طريق المندوب الدولي، وبالتالي من هذا المنطلق يجد أنه لا يوجد التزام. مثلا على سبيل المثال فتح البحر ل 15 ميل عمليا تسهيلات، نعم. إدخال كاوتشوك، إدخال اسمنت، يعني تصريح للتجار باسم العمال، كل هذه القضايا طبعا تعتبر هي من مبادئ أو الأسس والعناصر تبع التهدئة. من هذا المنطلق نستطيع نقول بأن أي فشل لهذه التهدئة بأي عنصر من العناصر، نعم. يؤدي إلى عملية تصعيد، كما حصل بالأمس عندما قامت الجرافات الإسرائيلية بانتشال أحد الشهداء، وبالتالي بمنظر رهيب يعني وعنصري كبير. من هذا المنطلق أنا بتصوري أن يكون هناك تبادل لعملية جولة في للضغط من طرف إلى طرف. طيب. آخر سأسألك التبعات السياسية دكتور، سأعود لك في محور التبعات السياسية عن هذا الأمر والتصعيد الأخير الذي جرى في قطاع غزة، لكن دعني أشرك ضيفي من مدينة رام الله الأستاذ فارس السرفندي الإعلامي، أهلا وسهلا بك. كيف ترى رد المقاومة الفلسطينية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دون دخول حركة حماس عسكريا في هذه الجولة؟ يعني دعني أقول أولا بأن عدم دخول حركة حماس على يعني المعركة يثير الكثير من التساؤلات، وهو هل التفاهمات ما بين القطريين والمصريين ووصول العمادي قبل عدة ساعات إلى قطاع غزة هو الذي يدفع حركة حماس لأن لا تكون جزء من المعركة؟ وهذه ليست المرة الأولى، حركة حماس أيضا في المرة الماضية لم تكن جزءا من المعركة، وتحملت حركة الجهاد الإسلامي كامل المعركة. وهذا سؤال كبير يجب أن تجاوب عليه حركة حماس، رغم أن حركة حماس تقول أنها يعني أن الجهاد جزء من غرفة العمليات المشتركة في داخل قطاع غزة، لكن الموضوع أعتقد بأنه يتجه إلى وضع أكثر يعني تعقيدا ما بين الحركتين. السؤال الأكبر الآن أنا باعتقادي، هل ما يحدث الآن على أرض قطاع غزة وما حدث على مدار العامين الأخيرين هو جزء من نقاش أو جزء من مفاوضات ما بين الاحتلال وما بين المقاومة ولكن في داخل الميدان؟ بمعنى لماذا لا تذهب حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب طويلة الأمد، وبالمقابل لماذا أيضا تقبل دائما حركات المقاومة وحركة حماس تحديدا يعني تهدئات سريعة؟ هذا جزء من المفاوضات، وهل هناك ثمن لهذه التهديئات؟ أيضا هذه أسئلة كبيرة، لكن أنا أقول أنه يجب أن يكون هناك في قطاع غزة اتحاد وتوحد وتآلف ما بين فصائل المقاومة، لأن المعركة الكبيرة قادمة. يعني حتى ولو تدخل اليوم العمادي وقطر، حتى لو تم تسريب معلومات بأن نتنياهو طلب من قطر أن لا توقف الدعم، كل هذا لن يغني الاحتلال الإسرائيلي عن المعركة الكبيرة مع قطاع غزة، والتي عنوانها سيكون تجريد القطاع من سلاح المقاومة. طيب ربما كان هناك اتصالا أستاذ فارس بين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية هذا اليوم، بحثا ربما التعاون المشترك تطوير العلاقة بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ولكن في الآونة الأخيرة عندما لم تشارك حركة حماس كان هناك تفهم، وربما قارت الفصائل الفصيلين أجمعا على أن العلاقة هي علاقة قوية، لكن هل نتحدث عن ضغوطات عربية فقط أم نتحدث عن تكتيك استراتيجي أم نتحدث حتى عن حتمية عند حماس عن عدم مشاركتها في هذه المعركة؟ يعني لا أريد أن يعني أن أجعل الأمور وكأنها واضحة تماما ومكشوفة، لكن أنا أعتقد أن هناك ضغوط كبيرة تمارس اليوم على حركة حماس من قبل بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر، ووجود خطر في المعادلة يجب أن نفهم بأن قطر لا تخرج عن يعني الإجماع يعني أو لا تخرج عن المظلة الأمريكية. بنهاية المطاف ما يحدث اليوم في قطاع غزة وما تقوم به حركة حماس لديه حسابات أصبحت حسابات أكبر من حسابات تنظيم. يعني يجب أن نكون واضحين، حماس اليوم ليس تنظيم في قطاع غزة، حماس اليوم سلطة في قطاع غزة، وما كان يمارس بالأمس على السلطة الفلسطينية من الدول العربية ومن العالم ومن الإقليم هو اليوم يمارس على حركة حماس، وحركة حماس مضطرة لأن تقبل في بعض الأحيان بهذه الضغوطات وأن تستجيب لها وأن تتساوق معها حتى ولو كانت هذه الضغوطات تعارض بعض أعضاء الجناح العسكري في حركة حماس، ولو كانت هذه الضغوطات تعارض الإجماع العسكري في قطاع غزة، لكن في نفس الوقت حركة حماس اليوم مضطرة أن تقبل بهذه الضغوطات لأنه لم يعد لديها خيارات أخرى سوى أن تكون جزء من معادلة معينة الآن ترسم في قطر والقطر. طيب دعني أرى وأسأل هذا السؤال للدكتور رياض العيلة. دكتور رياض، هل الجبهتين مستعدتا ربما لتغول، ربما لمعركة أكثر، ربما لجولة تصعيد أكثر في قطاع غزة، الفصائل الفلسطينية وحتى في داخل دولة الاحتلال، الجبهة الإسرائيلية ونحن على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية الشهر المقبل؟ يعني ربما يعني نذكر بقضية مهمة جدا وهي قضية صفقة القرن. قطاع غزة خارج صفقة القرن، الدولة الفلسطينية ستكون في قطاع غزة، وبالتالي عمليا معركة بالطريقة التي نسمعها في وسائل الإعلام الإسرائيلية والصحافة الإسرائيلية هو تهويل فقط من أجل دعم سياسة أو دعم نتنياهو في عملية الانتخابات. في الصفقة قطاع غزة لا يتأثر بصفقة القرن، وإنما يضاف له بعض المناطق من النقب، وبالتالي أنا بتصوري أن عملية تصعيد كما كان في 2014 دكتور رياض، هل صفقة القرن هي من تحكم بوجود حالة تصعيد أكثر من السابق، أم نتحدث حتى عن ربما تحتمات أو أمور أكثر حتى في قطاع غزة وفي داخل دولة الاحتلال؟ عندما نتحدث عن حصار موجود في قطاع غزة، نتحدث عن انتخابات ثالثة في داخل دولة الاحتلال، من المتحكم الرئيسي برأيك؟ أنا متأكد أن المتحكم الرئيسي في الوضع السياسي هو الكيان الإسرائيلي، وهي عملية الانتخابات الإسرائيلية والأحزاب السياسية وخاصة رئيس الوزراء الإسرائيلي. من هذا المنطلق نستطيع أن نقول أن التحكم بهذه الصورة، عندما يريد أن يشعل قطاع غزة يقوم بعملية توجيه سلاحه ضد المدنيين العزل ويقوم بعملية القتل، وبالتالي هناك رد تلقائي من قبل المقاومة من أجل رد الاعتبار لهذا الذي استشهد وقتل بدم بارد. وبالتالي من هذا المنطلق نستطيع أن نقول بأن الوضع السياسي هو الذي يفرض الواقع الذي نعيشه في قطاع غزة. نعم، إذن المتحكم الأساسي والرئيسي هو ما يحكم في داخل دولة الاحتلال وربما الانتخابات الإسرائيلية دكتور. صحيح. من هذا المنطلق نقول، لأنه عمليا عندما يريد أن يرفع بأسهم نتنياهو يقوم بعملية، وخاصة العمليات يقوم بها مشتركة في قطاع غزة وفي سوريا،
ويقوم بعملية اصطياد لقادة ولعناصر من المقاومة الفلسطينية في البلدين. من هذا المنطلق أنا بستطيع أقول بأن الانتخابات حاليا هي التي تحكم هذا الواقع وهذه الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني. نعم. طيب أنتقل الأستاذ فارس السرفندي. أستاذ فارس، أيهما أرجح اليوم، كفة التوصل إلى تهدئة دائمة برعاية مصرية برعاية أممية بتدخل قطري معلن، أم نتحدث عن جولة تصعيد أكثر؟ هناك يعني مفاوضات تجري، مفاوضات غير مباشرة كما تقول حركة حماس بينها وبين الاحتلال برعاية كل الأوساط الإقليمية والأممية. أنا أعتقد أننا باتجاه تهدئة يعني أكثر، والكفة أنا أرجح للتهدئة لأسباب كثيرة على الأقل في هذه المرحلة. أولا بنيامين نتنياهو لا يريد معركة طويلة الأمد، ويكفيه بأنه للمرة الأولى منذ أشهر عديدة في استطلاعات الرأي يتقدم على كحول لبان على بني جانس، وهذا بحد ذاته يعني إنجاز لبنيامين نتنياهو. ولكن إذا غرق ونحن على بعد أيام من الانتخابات الإسرائيلية الثالثة، أنا أعتقد إذا غرق في مستنقع طويل الأمد فإنه سيخسر كثيرا، وعليه فهو يعني مضطر لأن يقبل الآن بتهدئة معينة. لكن أنا باعتقادي كما أقول يعني إذا ما أردنا أن نقرأ صفقة القرن بتفاصيلها، يجب أن نفهم أن هذه الصفقة لن تنفذ، وبما أن محلها الرئيس يعني المحل الرئيس لصفقة القرن هو قطاع غزة، فلا يمكن لهذه الصفقة أن تنفذ وأن يتم إقامة الدولة الفلسطينية الجديدة كما يقولون إلا بمعركة كبيرة في القطاع ومعركة شاملة. ولا أستبعد في مرحلة من المراحل أن تكون بعض الدول العربية لها يد في هذه المعركة. لذلك المعركة قادمة، لكن في هذه المرحلة أنا أعتقد أن بنيامين نتنياهو يريد تهدئة، وإذا استطاع بعد الانتخابات إذا ما يعني وصل وعاد رئيسا للحكومة أعتقد سيذهب في أول مرحلة نحو الوصول إلى تهدئة. لكن 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 ماذا عن الوسائل، ماذا عن التصريحات في وسائل الإعلام العبرية أستاذ فارس؟ نتحدث يعني كما رأينا يوم أمس، هناك تصريحات من نفتالي بنت، هناك تصريحات من بنيامين نتنياهو، هناك تصريحات كثيرة من مسؤولين في جيش الاحتلال بأن العملية العسكرية القادمة ستكون حاملة لكثير من المفاجآت. هل نتحدث عن سيناريو عسكري يعني معد مسبقا لتنفيذ هذه الضربة، أم نتحدث عن يعني توجيهات إعلامية، إنذارات إعلامية فقط وكأنها الحرب النفسية اليوم؟ هو من هذا وذاك. يعني خليني أكون أكثر وضوحا، يجب أن تفهم أخي يعني جهاد يعني بأننا هناك في داخل كيان الاحتلال في داخل إسرائيل هناك سيناريو معد وجاهز للضربة الكبيرة. يعني في داخل أدراج المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هناك خطة كاملة ومعدة ومهيئة لما يسمى بالانفجار الكبير. هذا يجب أن نكون واضحين. الآن بنيامين نتنياهو، طبعا بنيامين نتنياهو رجل لبروبوغندا، أنا أعتبره بأنه ملك لبروبوغندا وملك اللعب على يعني الـ يعني دعني أقول اللعب على الإعلام والاستهلاك المحلي. لذلك أنا أقول بشكل واضح أن بنيامين نتنياهو بتصريحاته بأنه سيذهب نحو معركة كبيرة وبأنه في المرحلة القادمة سيقضي على المقاومة الفلسطينية، نعم، هذا كله للاستهلاك المحلي ومن أجل الحصول على مقاعد أكثر خاصة من اليمين الإسرائيلي. أما داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا، أنا أقول لك بأن هناك مخطط معد وجاهز وفي الأدراج. طيب، هذا يدفعنا بالسؤال أكثر، هذا يدفعنا بالسؤال أكثر ربما أستاذ فارس، هل هناك صراع حقيقي بين المستوى السياسي في داخل دولة الاحتلال وبين المستوى العسكري؟ سأعود لك في هذه الجزئية، لكن دعني أعود إلى الدكتور رياض العيرة. دكتور رياض، ماذا عن الموقفين المصري والأممي؟ هناك تصريح لمبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام ميلادينوف يقول وطالب يوم أمس فصائل المقاومة بعدم إطلاق الصواريخ، لم يكن هناك مطالبة لإسرائيل بوقف القصف،
هل نتحدث عن سيناريو معين، عن جزئية معينة، أم نتحدث عن موقف معلن مسبقا فقط مطالبا للفصائل الفلسطينية بوقف القصف وكأنها هي من بدأت؟ يعني لو رجعنا إلى الوراء وإلى الجولات المختلفة، كان المندوب والممثل الأممي كان يدعو المقاومة لوقف الصواريخ ولا يدعو إسرائيل للقيام بأي عمل، وإنما تستمر بنهجها. يعني هذا التصريح الذي يطلقه من الدنوب هو نفس التصريحات التي أطلقها في السابق، ونفس الكلمات التي وهو يعتبر منحازا انحيازا كاملا إلى الطرف الآخر، عندما يدعو أن المقاومة يجب أن تكف عن إطلاق الصواريخ، في حين أن جميع الصواريخ لا تساوي عملية فقط نص طن أو طن من الطائرات التي تنزلها على سكان قطاع غزة. وبالتالي عمليا هذه المطالبات التي يطالب بها المندوب الأممي دائما إلى جانب الكيان الإسرائيلي، وكأنه بلسان الإسرائيليين يناشد يطالب الفلسطينيين بالكف عن ذلك. نعم. أنا بتصوري أن التدخل الأممي والتدخل المصري والتدخل الدول العربية الأخرى قطر وغيرها من أجل مساعدة الكيان الإسرائيلي لعملية وقف تدهور الوضع في قطاع غزة، وكأن قطاع غزة يعيش في رفاهية ويعيش بدون حصار، يعيش كما كأي دولة من الدول وكشعب له حقوقه كاملة، وبالتالي هو المعتدي في أن نحن نقول بأن في قطاع غزة الذي يعيش في الحصار ويعيش لكن هل هذا عائق اقتصاديا واجتماعيا؟ هل هذا عائق دكتور رياض؟ نعم؟ أمام أي عملية سلام مفترضة، أو أمام حتى أمام تهدئة لأي جولة تصعيد قادمة، عندما نرى هذه المواقف الأحادية في سبيل إسرائيل فقط، لا نرى أي تصريح ربما مطالبا لها بوقف هذا القصف، كيف يمكن أن تكون هناك ردود فعل فلسطينية من المقاومة؟ للأسف الشديد دائما هناك ينجح هؤلاء الفرقاء بعملية الوصول إلى تهدئة، هذه التهدئة المؤقتة يصلون لها، ولكن تكون دائما عدم التزام من قبل الطرف الإسرائيلي، وتبدأ عملية جولات. يعني لحتى الآن نحن نصدق والمقاومة تصدق ما يقول الطرف الآخر الإسرائيلي والوعود التي يطلقها للطرف الوسيط سواء الدولي أو العربي. وبالتالي أنا بتصوري أنه منذ ذلك التاريخ، منذ 30 مارس قبل عام أو عامين، وهو يتحجج بعملية بأنه ملتزم بما يقول للوسطاء بأنه سوف يلتزم بذلك. لا زال الحصار مفروض، لا زالت كل القوانين التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي من البحر ومن إدخال بضائع والحصار المطبق على الفلسطينيين لا زال مستمرا. على الرغم من ذلك تحاول المقاومة الفلسطينية أن تطلب من الوسيط أن الكيان الإسرائيلي يلتزم بما تم الاتفاق عليه، ولكن أعود وأكرر بأنه عمليا القضية هي قضية سياسية بحتة، وعمليا الظروف المواتية التي يعيشها قطاع غزة هو من أجل أن يكون هناك نجاحا لنتنياهو في الانتخابات القادمة. طيب، هذا يدفعنا بالعودة إلى المحور الذي كنا نناقش فيه الأستاذ فارس السرفاندي. أستاذ فارس، هل هناك انقسام بين المستوى السياسي والمستوى العسكري في داخل دولة الاحتلال حيال الملف الغزي؟ يعني لكل منهما مآربه. يعني المستوى الأمني في داخل إسرائيل لا ينظر كثيرا إلى النتائج السياسية، يعني هو ينظر دائما إلى توفير الأمن، إلى أن يصل إلى حالة من الهدوء، يصل إلى توفير الهدوء لغلاف قطاع غزة، هذا ما يفكر به المستوى الأمني. المستوى الأمني بالنسبة له لديه أهداف واضحة ولا تؤثر كثيرا، أو لا يعني لا يمكن أن ينظر كثيرا إلى النتائج السياسية. بالنسبة للمستوى السياسي الإسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة، كل الأحزاب الإسرائيلية أنا باعتقادي من بنيامين نتنياهو إلى بني جانت إلى أبيضر ليبرمان إلى نفتالي بنت حتى إلى حركة شاس إلى
حزب العمل إلى ميرس، الكل يتعامل مع قطاع غزة كورقة انتخابية. يعني لو تابعت التصريحات الإسرائيلية منذ يوم أول أمس وحتى صباح هذا اليوم، يعني الكل يعيب على بنيامين نتنياهو بأنه لو كان هو في الحكم لكان قد قضى على قطاع غزة. يعني نفتالي بنت يعني الذي وهو وزير حرب خرج يزاود على بنيامين نتنياهو، أفيجدور ليبرمان خرج يزاود على بنيامين نتنياهو، بني جانس قال بأنه عسكري قديم وأنه لو كان هو موجود في الحكم لكان الموقف آخر. الكل في المستوى السياسي يتعامل مع قطاع غزة كورقة انتخابية ويحاول أن يأخذ مقاعد أكثر من خلال هذه الورقة الانتخابية. أما بالنسبة لي الأمن أنا باعتقادي لا، هو يتعامل فعلا مع قطاع غزة بوصفه خطر على أمن الخيال الإسرائيلي. إذن هل هذا له تبعات أكثر حتى على صعيد ما بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ طبعا طبعا طبعا، يعني على المستوى الأمني طبعا، بالنسبة للمستوى الأمني الإسرائيلي هو يرى بأن القطاع معضلة وبأن القطاع وجع رأس وبأن القطاع يجب أن يكون في قرار في يوم من الأيام، يجب أن يكون هناك قرار يعني الانتهاء من هذا الصداع المزمن، وهذا ما يفكر به المستوى الأمني الإسرائيلي. لذلك أنا أخي جهاد قلت لك من البداية أن هناك ملف وهناك يعني هناك ورق وهناك ملف واضح وجاهز موجود في أدراج المستوى الأمني الإسرائيلي عنوانه إنهاء ملف أو إنهاء صداع قطاع غزة. لذلك يعني المعركة الكبيرة أنا باعتقادي قادمة لا محالة حتى وإن تأخرت نتيجة بعض التدخلات. نعم، طيب دعني أعود إلى ضيف الدكتور رياض عيلة. دكتور رياض، هناك من وصف هذا التصعيد الأخير وإن كان هناك يعني جولات من التصعيد القادمة بأنه سلاح ذو حدين على بنيامين نتنياهو، منهم من وصفه بأنه يمكن أن يدعمه سياسيا في المرحلة القادمة في ظل الحديث عن انتخابات ثالثة، ومنهم من قال أنه يمكن أن يرجعه إلى الوراء، وبالتالي عكس كل الاستطلاعات الأخيرة التي أظهرت تقدمه على حزب أزرق أبيض، هل هي كذلك؟ يعني لو نظرنا إلى الاستطلاعات ربما اليوم ظهرت أن هناك تفوق قليل لنتنياهو على أزرق وأبيض بني جانس. أنا بتصوري أن عمليا حتى هذه الجولات التي يتحكم بها نتنياهو لن تساعده في عملية تشكيل حكومة قادمة، ولن يحصل على 61 صوتا لتشكيل حكومة، وربما هو يسعى لأن تكون هناك انتخابات جديدة بسبب أن الفساد الذي يتمتع به هو سيستمر كذلك أشهر للتحضير لانتخابات قادمة، لأن حتى الآن الأوضاع سواء كان ما يسمى بالوسط اليسار واليمين لم يحصل أي واحد منهم على 60، وإنما هناك ليبرمان الذي سيكون هو الذي يرجح الكفة والذي يختلف مع نتنياهو في قضايا، حيث عندما كان وزيرا للدفاع لم يستطع أن يقوم بما كان يدلي بها من تصريحات أو يقول بها من تصريحات حول القضاء على المقاومة الفلسطينية. من هذا المنطلق أقول أن نتنياهو بصفته رئيس الوزراء بصفته هو صاحب القرار الأول في عملية معركة واسعة أو جولات يومية بهذه الصورة، هو صاحب القرار، لأن الوسط العسكري وخاصة الشخصيات العسكرية هو الذي عينها سواء وزير الدفاع أو وزير رئيس الأركان، وبالتالي من هذا المنطلق أقول بأن القرار يرجع له أولا وأخيرا. طيب، هل استطلاعات الرأي دكتور؟ أولا وأخيرا، هل استطلاعات الرأي التي أظهرت نتنياهو؟ هل استطلاعات الرأي التي أظهرت تفوقه الأخير على بني جانتس بمثابة قبول لما حصل في جولة التصعيد الأخيرة؟ خاصة إذا ما ربطنا، لكن هناك تناقض، ألم يخرج ربما يعني سكان مستوطنات غلاف غزة بتظاهرات ضد تعامل نتنياهو مع الأحداث الأمنية في قطاع غزة؟
100% دائما يوميا هناك تظاهرات، هناك مطالبات من الحكومة لعملية الحفظ الأمن لهم ودعمهم في عملية غلاب غزة. أنا بتصوري أن هذه الاستطلاعات يجب منذ ذلك التاريخ إلى الآن لا زالت الاستطلاعات تؤدي مؤشر للأزرق والأبيض من هذا الشيء. أنا بتصوري أن حتى الاستطلاع الذي ظهر بالأمس لن يكون استطلاعا لا نقول حياديا، وإنما ربما للوهلة بعدما انتهى وعمل اغتيالا لبعض القيادات للجهاد في سوريا. دائما ترتفع، ولكن ربما في استطلاعات خلال الأسبوع القادم حتى انتخابات 2-3 أنا بتصوري أن الوضع كما كان في الاستطلاعات السابقة سيكون في الانتخابات، لأن أكثر من 10 استطلاعات رأي قالت من جهات مختلفة بأن الأعداد ما بين 55 و57 بزيد بينقص بالنسبة لنتنياهو والأبيض والأزرق. أنا بتصوري أن الأمور ستستمر بهذه الصورة بهذا الوضع، لأنه لا يوجد متغيرات. ولكن هل قطاع غزة بعد الانتخابات سينتهي منه؟ أنا بقول أن هناك بند في صفقة القرن. إذا استمر نتنياهو في عملية الحكم والبدء بتطبيق صفقة القرن، هناك بندا يقول بأنه عمليا نزع السلاح من المقاومة، ونزع السلاح من المقاومة يعني إدخال الشعب الفلسطيني في حرب أهلية فيما بينهم، وبالتالي عمليا الوصول إلى ما كان ينبغي أن يكون بالنسبة لتفكيرهم الإسرائيليين، وهو عمليا إنهاء القضية. البعض يقول دكتور رياض وإنهاء لها. بعض المحللين يقول، وربما هنا يختلف مع ما قاله الأستاذ فارس السرافندي، بأن الأمر المعركة الآن في الضفة الغربية، خاصة أن يعني مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وراسمين الخرائط بدأوا برسم الخرائط في الضفة الغربية وفق ما جاء في صفقة القرن. هل هي كذلك؟ سأعود لك في هذه الجزئية دكتور رياض، لكن أنتقد الأستاذ فارس السرافندي. أستاذ فارس، أعود لك من النقطة الأولى التي تحدثنا بها. صحيفة إسرائيل هيوم المقربة حتى من بنيامين نتنياهو تقول بأن الهدنة في قطاع غزة هي هدنة مؤقتة، وتحاول حركة الجهاد الإسلامي وفق زعمها طبعا أن تدير معركة مستقلة بعيدا عن حركة حماس وتتأثر بإيران، هكذا تقول الصحيفة. هل هذا بمثابة دق الأسافين أم نتحدث عن أمور واقعية وفق ما تزعم به الصحيفة؟ يعني أنا باعتقاد الجهاد الإسلامي، لا أريد أن أكون متشائما وأقول بأن يعني الجهاد غير قادر على إدارة معركة لوحدها، لا، الجهاد أثبتت بأنها قادرة على إدارة المعركة بشكل أو بآخر، لكن لن تستطيع يعني الجهاد الإسلامي لن تستطيع حركة يعني أن تدير معركة طويلة الأمد بدون وجود حركة حماس. الفارق العسكري ما بين حركة حماس والجهاد الإسلامي، وأقصد هنا الفارق في يعني الإعداد والتجهيز والترسانة العسكرية، الفارق ما بين الجهاد وحماس كبير جدا. حماس لديها قوة أكبر بكثير من الجهاد الإسلامي، ولكن أنا باعتقادي الجهاد الإسلامي يعني تحاول بطريقة أو بأخرى أن يعني بشكل أو بآخر أن لا تحرج حركة حماس. كما قلت أن يعني حركة حماس لم تعد حركة مقاومة فقط، حركة حماس اليوم سلطة، لديها اتصالاتها الدولية والإقليمية، وهي عليها ضغوط وعليها مراعاة أيضا يعني يعني المصلحة الشعبية في داخل قطاع غزة. لكن بنهاية المطاف وأنا باعتقادي أن من يخرج أن تكون الهدنة طويلة أو غير طويلة، أن يعلن الهدنة أو لا يعلنها، أنا باعتقادي أن حركة حماس هي صاحبة القرار. حركة الجهاد الإسلامي لديها قوة، لديها قدرة، لكن فكرة العمل الطويل الأمد أنا باعتقادي أنه غير موجود عند الجهاد من الحركة. طيب، في جزئية أخرى أستاذ فارس، ماذا عن توسيع الجبهة؟ هناك يعني حدثين في الآونة الأخيرة، حدثان، نتحدث عن اغتيال
مسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي في دمشق في الآونة الأخيرة. يوم أمس اغتالت إسرائيل أيضا 2 من عناصر حركة الجهاد الإسلامي في دمشق. لماذا تختار إسرائيل دمشق في هذه الأوقات؟ تختار دمشق لأن دمشق في هذه المرحلة هي أو سوريا بشكل عام يعني فيها من الأوراق المختلطة التي لا تجعل أحد يستطيع أن يرد. بمعنى اليوم ليس فقط الروس من هم موجودون في سوريا، اليوم روسيا موجودة في سوريا والأتراك موجودون في سوريا والأتراك موجودين في سوريا والإيرانيين موجودين في سوريا والأمريكان موجودين في سوريا والأوراق كلها مختلطة في سوريا. نعم يجب أن نكون صريحين، الوضع في سوريا مختلف تماما عن الوضع في قطاع غزة وفي جنوب لبنان. يعني لو تم استهداف جنوب لبنان أنا أؤكد لك بأن حزب الله لن ينتظر طويلا وسيرد على أي اختراق إسرائيلي لأجوائه، وكذا الأمر في قطاع غزة. لكن سوريا مع المعادلة القائمة ومعادلة الأوراق المختلطة ومعادلة يعني القوى التي تتشابك وتتصارع في داخل سوريا يجعل يعني الرد السوري تقريبا شبه معدوم، وعليه فإن الاحتلال الإسرائيلي يستغل هذه النقطة ليقوم بهذه العمليات في سوريا. لكن هذا لا يعني بأن يعني المرحلة المقبلة من الممكن أن تشهد توسيع للمعركة في الشمال وأن يعني يكون هناك رد ليس فقط سوري وإنما أيضا رد لبناني على هذه الاختراق. طيب دعني أعود إلى الدكتور رياض العيري من في مدينة غزة. دكتور رياض، نتحدث الآن أنه قال أحد المحللين قال إن المعركة ليست في غزة، وإن كنا نرى جولات من التصعيد عسكريا لكن اليوم بدأت المعركة في الضفة الغربية. نتحدث عن قرارات صريحة وبنود صريحة في صفقة القرن عندما تعلن ضم مناطق جيم والمستوطنات الإسرائيلية إلى السيادة الإسرائيلية. هل بدأت المعركة حقيقيا في الضفة الغربية وأراد نتنياهو ربما تهدئة الوضع في قطاع غزة؟ هل هي كذلك؟ يعني أنا بتصوري المعركة في الضفة الغربية هي منذ سنين بادية من خلال انتشار المستوطنات وبناء المستوطنات والاعتداء على الأراضي حتى على التصنيفات التي صنفتها أوسلو ألف وباء وجيم. وبالتالي أنا بتصوري أن المعركة بالنسبة للكيان الإسرائيلي بيعتبروا أنه قضية الضفة الغربية بالنسبة لهم منهية، لأنه ما دامت صفقة القرن أعطتهم جميع المناطق في الضفة الغربية وأبقت فقط المدن اللي فيها الكثافة السكانية اعتبروها أنها منهية، وبالتالي مسألة وقت بالنسبة لهم. وأنا بتصوري بأن المعركة القادمة إذا استمر هذا الحال في الكيان في الضفة الغربية دون التصدي لعمليات الاستيطان وعمليات تنفيذ صفقة القرن في الضفة الغربية، أنا بتصوري أن الضفة الغربية ستذهب وسينتهي الوضع السياسي الوضع في الضفة الغربية. لابد أن يكون هناك مواجهة لهذا الموقف ووقف لهذا الموقف. قطاع غزة كما قلنا لا يدخل في نطاق صفقة القرن، وبالتالي هم غير معنيين. المعنيين الوحيد فيها في قضية واحدة وهي قضية نزع السلاح، ونزع السلاح سيكلف دول أخرى لعملية القيام بهذه المهمة. من هذا المنطلق نقول بأن صفقة القرن هي الأساس بعملية إنهاء القضية الفلسطينية بإنهاء الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وابقائها كما كان في السابق المشروع الإسرائيلي روابط القرى، وتنتهي القضية الفلسطينية في الضفة بهذا المصطلح روابط قرى بمناطق متعددة وكنتونات مختلفة. أنا بتصوري بأن المعركة الأساسية ليست في قطاع غزة، الجولات التي تحدث في قطاع غزة. إذن هل ستكون المعركة القادمة دكتور رياض وضع هل ستكون المعركة القادمة سياسية يعني أكثر من ما هي عسكرية؟ 100% القضية ليست قضية عسكرية.
الآن قضية الضفة الغربية وعملية السيطرة على الأراضي وإنهاء وامتداد المستوطنات وإنهاء جميع المناطق الفلسطينية والقرارات التي تصدر من وزير الدفاع بالبناء في المنطقة جيم وهي سي إلى جانب كل هذه القضايا بطريقة سلسة وبطريقة لا تحتاج إلى استخدام القوة كما في قطاع غزة، يحافظوا على حدودهم، يحافظوا على حدودهم من مع حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية التي يتوقع أن تكون بعد من خلال صفقة القرن. أنا بتصوري أن المعركة الأساسية يجب أن تكون في الضفة الغربية لمواجهة هذه الصفقة، ليس بمصيرات ولا بهذه، ولكن يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار بأن الوضع في الضفة الغربية خطير جدا، والقضية الفلسطينية تتركز في الضفة الغربية وليس في قطاع غزة. قطاع غزة عندما انسحب شارون منه وهدم أكثر من 12-14 مستوطنة في داخل قطاع غزة في ليلة واحدة، معناه أنه المشروع تبعهم لا ينتظر أن يكون في قطاع غزة وإنما في الضفة الغربية. من هذا المنطلق أنا بتصوري أن ما يحدث في قطاع غزة هو تحصيل حاصل مع جيران للكيان الإسرائيلي، كما تقوم إسرائيل بعملية التعامل مع هذا القطاع بجولات متعددة لردع المقاومة، وطبعا عملية ردع المقاومة ليس بالسهولة بهذه الطريقة التي يقوم بها جيش الاحتلال. المعركة معركة الفلسطينية ومعركة الشعب الفلسطيني للحفاظ على قضيته هي في الضفة الغربية في مدن وقرى وكل مناطق الضفة الغربية للحفاظ على القضية الفلسطينية كقضية حية بالرغم من المؤامرات من صفقات القرن وما شابه ذلك في العالم. إذن سيناريوهات سياسية وعسكرية ربما دكتور في الآونة المستقبلية ربما ستحدث على أرض الواقع. دعني أشكرك جزيل الشكر الدكتور رياض العيلي المحلل السياسي، كنت معنا من قطاع غزة، شكرا جزيلا لك. وكذلك الشكر للإعلامي في مدينة رام الله الأستاذ فارس السرفندي، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدي الكرام بذلك نصل إلى ختام هذه الحلقة النقاشية، إلى اللقاء.